بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل المحترمين اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى أليانز ستاديوم تورينو، مجريات مباراه القمه في هذا الحضور الجماهيري الكبير جدا. يوفنتوس يستضيف اتلتيكو مدريد من اجل تعويض نتيجه لقاء الذهاب 2-0. بهذا التشكيل سيدخل اليوفي اليوم تشيسني، كانسيلو، بونوتشي، كيليني، سبيناتزولا، بيانيتش، امريجان، ماتويدي، رونالدو، مانجوكيتش، وبرناردسكي، في وجود اللاعب باولو ديبالا في كرسي الاحتياط وفي غياب الكساندرو المعاقب عن هذه المباراه المفاجئه اليوم. ليوناردو سبيناتزولا 25 سنه، اول مباراه دوليه في دوري ابطال اوروبا يلعبها في مواجهه اتلتيكو مدريد بمدرب ارجنتيني يشرف على فريق اسباني بعقليه ايطاليه، بعد ان سبق له ان تالق مع لاتزيو ومع انتر ميلانو، مثلما هو متالق اليوم كمدرب مع فريق اتلتيكو مدريد. يلعب اليوم بيانو بلاك في حراسه المرمى، على الجهه اليمنى سيكون قابلة الذي لم يتلقى اي هدف في 5 مباريات سابقه على التوالي. بدات الحمله، مراوغه والتوغل والتوزيع، امير لامبيانيتش في القائمه الثاني، ليوناردو سبيناتزولا، المراوغه والتوغل، كره خطيره ورائعه، وماتويدي، وجول، لا اول كره صعبة. رونالدو من امام كوكي، دخل يوصل رونالدو، والتغطيه الدفاعيه من هنالك عن طريق برناردسكي، ورونالدو خطيره، وبونوتشي، او جول جيورجيو كيليني، والحكم صفر خطا. الحكم الهولندي بيورن كيبرش يصفر خطا لدفاع اتلتيكو مدريد، فعلها جيورجيو كيليني، يسجل اول هدفه في دوري الابطال هذا الموسم، ولكن الحكم رفض الهدف. خلف مباشره في اتجاه بونوتشي، بونوتشي والكره البعيده بحثا عن باتويدي، ورونالدو راحت بعيده. اريا كوريا، سافيتش، فيتو لوكارو، وفرانشيسكو مونتيرو، كره بعيده راح لبيانيتش، وصلت لكانسيلو، والتوزيعه من كانسيلو في القائمه الثانيه، ويان اوبلاك يستلم، راح رونالدو، دخل رونالدو، وصل كريستيانو، وصل لماتويدي، دخل ماتويدي، رجعت لرونالدو، يلعب في الوسط لبيانيتش، بيانيتش غير تماما، كره رائعه ناحيه كانسيلو، اي اي بعيده، وين يا جيورجيو، يبحث عن كانسيلو، مثلما جاءت كانسيلو يراقبها ويوزعها، وكرته راحت بعيده تماما، خرجت ضربه، ينفذ بسرعه من توزيعه خطيره، والدفاع كوكي، توزمان، دخل جريزمان يلعبها بين يلي لومار، لومار مع جريزمان، لومار يراوغ، لومار يدخل، كانسيلو من امام ريمار، يرجع للخلف كانسيلو، ميرا لامبيانيتش، يرفع كره بالراس، والدفاع لماتويدي، ماتويدي يطلبها من هنالك، سبيناتزولا، سبيناتزولا دخل، سبيناتزولا، وتوزيعه خطيره، ديسكي يا ربي للمراقبه، برناردسكي، يا 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 كيليني يلعبها مع ميرا لامبيانيتش، بيانيتش، اوه اخوان فران، كانسيلو ولومار، كانسيلو تعطل، يرجع للخلف لبرناردسكي، حبس تماما ناحيه برناردسكي، راقب كورتو ببراعه، اللمسه الاولى هايله، برناردسكي، نيجيز وموراتا، نيجيز وموراتا، نيجيز وصل على موراتا، الكره ضاعت وبعيده من هنالك على كيلي، ارياس دخل، كوكي، ارياس مازال، يرجع لكوكي، هاي كره صعبه، هاي كره صعبه، كوكي، رونالدو يتوغل، رونالدو يراوغ من امام كوكي، مازال عنده الكره رونالدو، وسهلا لكوكي، يفضل يرجع لجريزمان، جريزمان، اوه يا تشيزني، يا ستير اللي مرمى الحارس اوبلاك، سبيناتزولا مرة ثانية، راح دخل سبيناتزولا، ياكي سبيناتزولا من هنالك، برناردسكي يدخل، برناردسكي، با با با، جول 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 جول، إيليا المانيفيكو، رونالدو يفعلها ويسجل جول اكسترا اورديناري بالايطالية يا رونالدو، جول الثاني بالراس، وحطها من امام اخوان فران، جول ليوفنتوس في الدقيقة 26 من عمر هذا الشوط الاول. يا سلام، الضغط يولد الانفجار، الضغط يولد رونالدو في القائمة الثانية بالراس، وبقات رونالدو مرة ثانية، رجعت لجورجيو كيليني، القائمة الثانية، اوه راحت برا، اتلتيكو مدريد هدف مقابل صفر، جريزمان، اوه يا تشيسني، كذا متكتلا في الخلف وراضين بك اتلتيكو مدريد، وتوصل للنهائي وتخسر. سبيناتزولا دخل، سبيناتزولا يلعبها لرونالدو، رونالدو، يو 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 يو، وجريس، برناردسكي دخل، يوصل، يدخل، يراوغ برناردسكي، والحكم يصفر له خطا، ليس هنا يا رودري، ليس هنا في هذه اللحظات من عمر المباراه، ويفعلها برناردسكي في تنفيذ المخالفه، برناردسكي مدريد يوصل على موراتا، التغطيه الدفاعيه
عن طريق بونوتشي راحت مباشرة في اتجاه ميران مانجوكيتش، توزيع من هنالك في القائمة الثانية برناردسكي. يا سلام يا سلام يا سلام يا برناردسكي، رائع الكرة هذه والمقصية رودري، ضاعت مرة ثانية. ماتويدي تروح لكانسيلو، كانسيلو من أمام ساول، تفوق البحث عن إمري جان في القائمة الثانية، يطلبها الكرة بعيدة لإمري جان في اتجاه رودري، عنده الكرة الآن رودري، والكرة من جورج أرياس كوكي، كوكي والبحث عن غريزمان والتغطية. أوه يو 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 يو. سبيناتزولا من أمام أرياس، سبيناتزولا حاول يمر، سبيناتزولا زوج لاعبين صاروا ثلاثة، مر من الأول. سبيناتزولا باليسرى يوزع رايحة وباليمنى أيضا رونالدو، والراسية بعيدة. إخوان فران كانسيلو يرجع مرة ثانية لبرناردسكي. يو 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 يو. تنفيذ هذه الركنية لصالح يوفنتوس، بيانيتش مرفوعة بشكل رائع بالرأس والدفاع. سم في دوري الأبطال من دون تغيير على مستوى التشكيلتين مشاهدي الأفاضل، أتلتيكو مدريد رجعت لجورجيو كيليني، ويانو بلاك يستلم هذه الكرة البعيدة، يروح على الجهة اليمنى يلعب في الوسط، كرة خطيرة، رونالدو دخل، رونالدو رائع، رونالدو هداف رائع وممرر بارع، يحاول يمر كانسيلو وتوزيع خطيره، رونالدو با 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 على مرتين. الحكم ماذا قال؟ الجول، الحكم احتسب الجول، وهدف ثاني من رونالدو، جول. قال الحكم، وقال الحكم المساعد بان الكره دخلت. رونالدو يفجر ملعب أليانز ستاديوم تورينو بتسجيله للهدف الثاني، وبدون اي رونالدو يستجيب لجماهير وعشاق اليوفي في هذه الليله التورينيه الرائعه جدا في المدرجات. نعم فعلها رونالدو وسجل الثنائية اليوم. يان أوبلاك أخرجها من على الخط في تقدير الحكم المساعد من هنالك، هاي الإعادة مرة ثانية، رونالدو بالرأس. يا 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 دخلت أم لا، دخلت أم لا؟ طبعا الحكم قرر بأنها دخلت، احنا ننتظر ننتظر هنا نشوف إذا كان دخلت. جول لاين تكنولوجي، زورا دخل وراح، سبيناتزولا يو 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 يو، التسديدة من كانسيلو، ليوناردو سبيناتزولا، والكرة مرت سلامات. إمري جان، إمري جان ناحية كانسيلو، دخل كانسيلو تماما من هنالك بالبراعة لحياته، خطيرة يا ماتويدي. عن مانجوكيتش وكذلك عن رونالدو، استلمها رونالدو لم يقدر عليها في خطأ، يقول حكم المباراة. مرور 10 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المباراة، الكرة الأرضية، الحكم يصفر خطأ لصالح بلوك رونالدو. يو 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 يو، ضربت في الجدار ورجعت لرونالدو، البعد عن رونالدو، رونالدو يو 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 يفتش. صراحه صراحه الكره هذه جربنا مع كوريا، خطير كوريا، خطير كوريا، دخل كوريا، مازال كوريا، كانسيلو دخل، كانسيلو مازال، كانسيلو زال، كانسيلو بابا بابا، خطيره على الجهه اليسرى، جورجيو كيليني والكره البعيده لرونالدو والتغطيه من هنالك، يلعب كوكي من هنالك لكوريا. لا لا لو مره لعبت موسمين في فريق يوفنتوس، حكم هو لاعب، راح رونالدو استلمها وراوغ، دخل رونالدو يو 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 يو، انطلق راح رونالدو، وسط كريستيانو، رونالدو وديبالا، رونالدو يو 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 يو، هنالك على الجهة اليمنى مرفوعة من ميرولام يو 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 يو، مانجوكيتش يا مانجوكيتش يا مانجوكيتش، وصلت لميران بيانيتش، يلعبها من هنالك ديبالا، ديبالا ديبالا ديبالا، اوه ايتولو عنده الكرة، يلعبها خطيرة، التوزيع أرضية، الدفاع يبحث عن مويز، بابا 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 بابا، لا مويز كين يضيع الخاطر، برناردسكي 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 برناردسكي، ضرب الجزاء، نعم يقررها حكم المباراة ويعلنها، ولن نذهب لوقت إضافي، نعم فرصة الهدف الثالث في دوري الأبطال، رونالدو جول 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 جول، فعلها المانيفيكو كريستيانو، فعلها الاكسترا اورديناري رونالدو، الثلاثي
الثلاثية التاريخية وبالثلاثة يضرب يوفنتوس أتلتيكو مدريد. نعم يحق لكم أن تفرحوا برونالدو، نعم يحق لكم أن تفرحوا باستقدام رونالدو، نعم يحق لكم أن تفخروا.